شارك في هذا المؤتمر 67 مشاركا من الباحثين والباحثات السعوديين الذين قسمت أبحاثهم إلى 13 جلسة، كان آخرها هذا اليوم الأربعاء. ناقشت الجلسات هذه في كل جلسة محورا من محاور المؤتمر. الأوراق التي قدمت كانت أبحاثا ممتازة سوف تسهم بإذن الله تعالى في تنشيط وتعزيز الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه سوف تستشرف المستقبل انسجاما مع رؤية 2030.